السلام عليكم. بناء على طلب أخونا أبو رائد الشافعي، محمد الشافعي، حكى لنا صورنا المطير عندك واشرحوا للمتابعين عنده إيش مساحة المطير وإيش الشروق وإيش الغروب. بالنسبة للمطير في مساحة عندنا 3×3 واجهة كاملة، بس نصها مسكر قماش ونصها مسكر نايلون. في عنا السقف تقريبا 4 متر × 2، 3.5 متر × 2 في السقف، هي مغطى نايلون برضو بسبب الشتاء. في عنا المطير طوله طبعا 13 متر، العرض 3 متر، ارتفاع من جهة 3 متر والجهة الثانية 2.80 متر. طبعا في عنا شباك مغطى نايلون برضو بسبب الشتاء، هذا شباك يسمى غربي، تمام. هذا شباك ثاني شمالي، طبعا في شباك ثاني ثالث برضو جنوبي. في عنا شباكين، في عنا شباكين طبعا مغطيين نايلون، في شباك ثالث، شباك ثالث الجهة الجنوبية، تمام. في عنا شباك رابع تقريبا، هذا الشباك الخامس، هذا شرقي، هذا الشباك الشرقي، هذا ناحية من ناحية الشبابيك والإضاءة، وحكينا عن المنطقة اللي في السقف. في عنا كثافة الشجر زي ما حكى عم أبو رائد، إنه هذا الشجر هذا الشجر لازم يكون كثيف. طبعا هي قدامكم فوق معرش اسبست، اللي بده يقدر، اللي بده يزرع داخل المطير يزرع عادي بس يهتم فيه. وفي عندك كثافة الشجر زي ما انتم شايفينها هيك بشكل غابة، يعني زي ما حكى قد ما تقدر حط شجر، قد ما تقدر حط شجر. هذا هو الشجر من جوات المطير، تمام. هذا هو المطير وكثافة الشجر فيه، انه انت ما تقدر تميز او تشوف